الكتاب اللي هنقراه اسمه سندريلا، واللي كتب الكتاب بالإنجليزي اسمه رون راندل، واللي رسمت رسومات الكتاب اسمها أيلي باسبي، وأنا ريهام ترجمته للعربي وهقراه لكم. كان يا مكان في بنت اسمها سندريلا. سندريلا وهي صغيرة مامتها ماتت، باباها وهي زعلوا عليها جامد، بس بعد فترة مش طويلة بابا سندريلا قرر يتجوز ويبقى عنده مرات جديدة، على أمل إنها تكون ست طيبة وكريمة تاخد بالها منه ومن بنته الجميلة. للأسف مات بابا سندريلا فجأة، وكانت هي دي المفاجأة. مرات أبو سندريلا طلعت ولا طيبة ولا كريمة، دي كانت ست وحشة وشريرة، وكمان كان عندها بنتين وحشين وقاسيين هما الاتنين. الأختين كانوا بيحبوا يتزوقوا ويحطوا في شعرهم فيونكات، ورغم كده كانوا دايما أوحش البنات. أما سندريلا فكانت بنت حلوة ورقيقة، بس دايما كان إخواتها بيلبسوها هدوم وحشة وقديمة. في يوم دق الباب، كان مرسال من القصر جايب جواب مكتوب فيه إن الأمير عامل في القصر حفلة كبيرة عازم فيها كل بنات المدينة. إخوات سندريلا كانوا مبسوطين إنهم لحفلة الأمير رايحين، قالوا لسندريلا إنها مش ممكن تيجي حفلة الأمير لأنها لازم تقعد في البيت تنظف وتطبق الغسيل. ولما جه يوم الحفلة سندريلا بأدب ساعدت إخواتها، زبطت لبسهم وصرحت شعرهم لغاية ما الاتنين عجبهم شكلهم. ركبت الأم وبناتها الحنطور، طلع بيهم على القصر على طول. أما سندريلا فكانت زعلانة وعيونها بالدموع مليانة. سندريلا قعدت تعيط كتير وتقول كان نفسي أروح حفلة الأمير. وفجأة ظهر قصادها ست سنها كبير، ماسكة عصاية، على رأسها تاج، ولابسة فستان جميل. الست قالت لها أنا الجنية الكبيرة وجدة كل الجنيات، هحول شكلك لأميرة وهتروحي الحفلة وهتبقي أحلى البنات. وبالعصاية السحرية الجنية عملت حاجات مش طبيعية، حولت قرع العسل لعربية، وست فران لحصنة قوية، وفار تاني كبير عملته سواق، وست سحالي لحرس يمشي ورا وقدام. بعدها الجنية شاورت على سندريلا بعصايتها السحرية، وفجأة لبسها القديم اتقلب لفستان منفوش وجميل، وكان في ايدها غويشة بتبرق وعلى راسها تاج، وفي رجليها جزمة بتلمع معمولة من الإزاز. الجنية قالت يا سندريلا في حاجة مهمة لازم تفتكريها، اوعي وسط الحفلة تنسيها، الساعة 12 السحر هيختفي فلازم قبلها على البيت تروحي، يلا روحي دلوقتي الحفلة بس اوعي الساعة 12 يجي عليكي غفلة. ولما سندريلا وصلت الحفلة كل الناس انبهروا بجمالها، حتى إخوات سندريلا ما كانوش عارفين البنت الحلوة دي تبقى مين. ولما شافها الأمير قلبه دق دقات كتير، طلب من سندريلا إن يرقص معاها، فرقصوا مع بعض وهم في منتهى السعادة. الأمير رقص مع سندريلا رقصة ورا التانية، ومن كتر ما كانت سندريلا فرحانة نسيت كلام الجنية. وفجأة جرز الساعة رن والساعة 12 جت. سندريلا جريت بسرعة علشان تروح بيتها قبل ما كل الناس يعرفوا حقيقتها، بس وهي بتجري وقعت جزمتها.
وفي اللحظة دي اختفى فستانها الجميل ولقت نفسها لابسة لبسها القديم. الأمير جري وراها عشان يلحقها، بس ما كانش في أي حتة شايفها. شاف من بعيد بنت تانية من ظهرها لابسة هدوم قديمة ومقطعة. الأمير لقى على الأرض فردة جزمة، كانت جزمة سندريلا من الحفلة. الأمير قال: أنا هدور في كل مكان، هخبط على كل البيبان، هقيس الجزمة لكل البنات، ولما ألاقي صاحبة الجزمة تبقى هي دي البنت اللي كانت في الحفلة. الأمير لف على كل بيوت المملكة يدور على البنت اللي هو بيحبها. الأمير قال: البنت اللي الجزمة هتكون مقاسها هي البنت اللي أنا هطلب أتجوزها. ولما الأمير وصل بيت سندريلا، إخواتها الاتنين قاسوا جزمتها. رجل الأخت الأولى ما نفعتش عشان كانت تخينة، ورجل الأخت التانية ما دخلتش عشان كانت عريضة. وقبل ما الأمير يمشي من البيت، سمع صوت واطي ورقيق. كان صوت سندريلا، قالت: ممكن يا أمير أجرب الجزمة؟ إخواتها ضحكوا وقالوا: ده سندريلا أكيد هبلة. وطبعاً الجزمة جت مقاسها، ما فعلاً الجزمة كانت بتاعتها. الأمير طلب من سندريلا تتجوزه، وافقت سندريلا وبسعادة حضنته. بعدها ظهرت الجنية الكبيرة وبعصايتها السحرية حولت سندريلا الأميرة. أما إخوات سندريلا فكانوا زعلانين، أصلهم كانوا من سندريلا متغاظين. توتة توتة فرغة الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟